نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية تحيات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء الموقر حفظه الله وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياتهم لسموه بمنفور الصحة والعافية وللشعب الإماراتي الشقيق دوام الرقي والازدهار جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نهيان اليوم لمعالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن زايد نهيان وزير الخارجيه والتعاون الدولي بدوله الامارات العربيه المتحده. وذلك على هامش مشاركه معالي وزير الخارجيه في الدوره العاشره لمنتدى صير بن ياس السنوي. وخلال اللقاء تم استعراض العلاقات الاخويه والتاريخيه الراسخه والوثيقه بين مملكه البحرين ودوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه وما تتسم به من ازدهار على المستويات كافه في ظل حرص البلدين الدائم على تعزيزها وتنميتها بما يدعم مصالحهما المشتركه ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين. كما تم خلال اللقاء التطرق الى اهم القضايا والمستجدات في المنطقه وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك